الأمطار كانت غديرة جدا وأضرت بالدير بالأربعة أديرة و... درجة الضرر كانت قد إيه؟ لا الدرجة كانت كبيرة خالص صراحة. شيء يعني حصل لأول مرة، والمرة والمية من كثرتها دخلت الكنيسة، والكنيسة عامت كلها، الكنيسة عندنا واسعة قوي، عامت الكنيسة عامت جوه مش قادرين نخش، ما قدرناش، عايزين نشيل السجاد لأن السجاد باظ خالص من كتر المية، عامت السجاد في المية كده. فاضطرينا تاني يوم بأمر من رئيس الدير طبعا إن احنا نيافة الأنبا سربون إن احنا نطلع السجاد بره في الشمس لأن اتبل خالص. فأصبحت الكنيسة بلاط، ما فيش سجاد خالص، وكنيسة طب في أيقونات اللي بتبقى على لا الكايونات ما حصلهاش ما حصلهاش حاجة. لا نشكر الله إن ما فيش حاجة جت على أيقونات، هي في الأرضية بس. وبقى يعني درجة قعدنا كم يوم ما نصليش خالص، مش عارفين نخش الكنيسة. الصورة دي شفتها حضرتك؟ الصورة اللي موجودة معانا على الشاشة دلوقتي، شايف صورة كده؟ هي طبعا صورة مرحة، صورة فكاهية، صورة تضحك. دول مين دول يا أبونا؟ دول اباء رهبان بس في دير السريان. دير السريان. بس هو دول ايه، كانوا راكبين مركب؟ متعودين ان هم يخرجوا من الاليهم في صحراء بريه اسمها بريت شهيد، يخرجوا من الاليهم مترجلين على لحد كنيسه. لاول مره في تاريخهم الرهباني ان هم يخرجوا بمركب. ده انا افتكرتهم بيدعموا السياحه وراحوا شرم الشيخ. يعني هم لا بس روح الفكاهه على وجوههم، يعني ان هم متقبلين الكارثة. يعني شوف رغم انه في كارثه، في مصيبه حصلت، ده منسوب الميه هنا ارتفع لمتر ونص على مستوى الارض، بس شوف الروح الحلوه عندهم، يعني بيضحكوا وبيتصوروا بياخدوا سيلفي. السيلفي ده يا دكتور يعني بصراحه لقطه، يعني هي المقوله اللي قلتها ساعتها تحولت بريه شهيد لبحيره شهيد، يعني من صحراء اللي بقت بحيره ميه فعلا، بحيره ميه، ما هو واضح ان الميه عاليه جدا.